أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آلك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى أمك المظلومة الزهراء وعلى الدماء السائلات بين يديك يا رحمة الله الواسعة. ويا باب نجاة الأمة وأبا الأئمة روحي وأرواح العالمين ومن في الوجود لك الفدا يا قتيل العدا ومسلوب العمامة والرداء. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء يا تاركا حرم النبي ومكة حرم الإله مخافة أن تقتل. ما كان ذنبك يا سليل محمد وخليفة الجبار حتى تقتل وتحج كل الناس في أمن وتخرج خائفا متوجلا وتحج كل الناس في أمن وتخرج خائفا متوجلا. لم يرتحل خوف المنهون بل اختشى أن يهتكوا حرماته فتحلل عليكم فأحل من إحرامه في مكة وصير حجه في يلا مرة ثانية فأحل من إحرامه في مكة سرا وصير حجه م-
متمتعا فيها بعمرة واجدي، جمعت مناسكها لأنواع البلاء، ما ساق هدية. شنو الهدي؟ أبو فاضل علي الأكبر القاسم ذولها، غير أكرم فتية نحرت عن النعم التي لن تعطى لها، واختار للتقصير قصر حياتي. لما رأى دين الإله معطلا، السعي شلون؟ والسعي بين المروتين قد اقتدى، بين الأحبة ماشيا ومهرولا. يقول لأبا عبد الله: إن حجك إن تذهب؟ قال: شاء الله أن يراني قتيلا. ولماذا تحمل النساء معك؟ قال: وشاء الله أن يراهن سبايا. يقول: شاء الله أنا أنذبح بالغاطرية، وشاء الله نسواني يودوها سبي. شاء الله أنا في طف كربلاء أبقى لوحدي. قاسية ترى الأبيات على كيفك، ومحتار أوقف والدمع يجري بخدي، ويجيني سحم المثلى ويقع بكبدي. أقول يا لا، ومن فوق المهر أوقع على حر الوطية. وين الصرخة؟ شاء الله في طف كربلاء أوقع بالرمال. استعد استعد مولاي، أعوذ بالله من عين لا تدمع عليه. شاء الله في طف كربلاء أوقع بالرمال، وشمر الضباب يعتلي صدري بالنعال، ويحز نحري وراسي يرفع فوق عسار، وزينب تشوفه فوق روس السماري. شاء الله أنا بكربلاء أنذبح ضامي، هي إن شاء الله في طف كربلاء أنذبح ضامي، والأعوجية بالثرى تطحن عظامي. وسم وسم الصدر عليه، توك بداية عاشور. ويسلبوا أيتام العدا ويحرقوا خيامي، وكم من طفل ينداس بخيولة لمي. وين الماذا بدمعة بعد؟ أبو علي وإيش يصير عليكم؟ خبرنا. قالوا: زينب الحارة. وزينب الحارة بتعلي حيدر الكرة. شاء الله في طف كربلاء يسلبوها الخمار، وتتستر وتستر وجهها بيدها اليمنى،
واليسار يلا وجعها وبالصوت ضربوها بنت الزكية. ايه ايه قالتني دمع على خدك يا ولدي. شوفوا هالطفل ايش قد يبكي على زينب. ايه الدمع على خد اصير انا. وهذا البيت للإمام الحجة نقرأه، يسمع منا هدية هالبيت إلك مولاي. يقول شاء الله عقب ذبح الصنادير تركب على ناقة مهزلة وتقطع البيت. اسمع إيه وتال الأعادي يدخلوها بمجلس حسرة بحلقها حبال وعظم الرزي. اي اشوف عندك دمعة ان شاء الله كل ليلة نقرأ على زينب. اقرأ لك البيت قبل ما ادخل بالموضوع. تقول انا الما احد شاهد خيالي أسألكم كم سنة ما زرتوا زينب. أنا الما أحد شاهد خيالي 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 وتاليها أسيرة رحم الله بحالي. الأمر لله وعلى ظالميهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين والعاقبة للمتقين. قال تعالى في محكم كتابه وجليل خطابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق نبينا وحبيبنا محمد. حديثنا وانطلاقا من الآية القرآنية المباركة يقع تحت عنوان تجسم الأعمال في عالم الآخرة، ونبحث في هذا الموضوع في زاويتين: الزاوية الأولى حول معنى تجسم الأعمال، والزاوية الثانية حول صور تجسم الأعمال. من جملة المواضيع التي يدرسها العلماء عندما يتكلمون عن عالم الآخرة
هو موضوع تجسم الأعمال، وعلينا أن نفهم أن عالم الدنيا يختلف اختلافا كليا عن عالم الآخرة، ولا يمكن مقايسة هذا العالم بذاك العالم. فمن ضمن معادلات عالم الآخرة هذه المعادلة، وهي معادلة تجسم الأعمال. ما معنى أن الأعمال تتجسم؟ التجسم هو التمثل، أي أن أعمالنا الحسية أو أعمالنا اللي نعملها سواء كانت حسنة أو سيئة ذاك البعيد، هذه الأعمال تتحول إلى صور أو إلى أجسام. هذه الأجسام وهذه الصور لا نراها إلا في عالم الآخرة. مثلا الكذب، الكذب ما هو إلا ألفاظ، لكن كيف يتحول الكذب في عالم الآخرة؟ هم يتحول إلى ألفاظ أم لا؟ قالوا في الرواية أن الكذب يتحول إلى عقرب يلدغ في جسد صاحبه. نفس هاللفظة هذه تتحول إلى صورة، تتجسم إلى صورة. مثلا التهليل والتسبيح وذكر الله والصلاة على محمد وآل محمد، ما هي إلا ألفاظ، لكن هذه الألفاظ في يوم القيامة تتجسم بصورة شجرة مثلا في الجنة، بصورة قصر في الجنة، بصورة نهر في الجنة، بصورة نور يسعى بين يدي المؤمن. فإذا معنى تجسم الأعمال أي تمثلها وانتقالها مع حالة تناسب عالم الآخر. لذلك الآية التي تحفظونها في سورة الزلزلة ماذا تقول؟ ومن يعمل مثقال ذرة ماذا؟ خيرا يرى. العمل هل يرى؟ العمل لا يرى، ولكن الذي يرى ذلك تلك الصورة التي تتحول. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فلذلك كل أعمالنا أيا كانت تتحول إلى صور. أيضا في النقطة الأولى، القبر هو بداية التحول. هناك رواية جدا رائعة منقولة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي أن رجلا اسمه قيس بن عاصم التميمي، هذا الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وقال له: يا رسول الله عظني موعظة. فقال له النبي صلى الله عليه وآله موعظة طويلة في جملة ما قال له: ثم اعلم يا قيس أنه، التفتوا، لا بد لك من قرين يدفن معك وهو حي وتدفن معه وأنت ميت. قرين أي صورة، وإنه لا يدفن إلا معك ولا تحشر إلا معه ولا تسأل إلا عنه وهو عمله. أي أن هذا العمل يتحول إلى قرين. أحد الأولياء كان يقرأ القرآن ليليا على قبر أحد أحبائه، كل يوم يأتي إلى المقبرة ويقرأ القرآن.
يوم الأيام وهو يقرأ القرآن جيء بجنازة. جاءوا بهذه الجنازة، صلوا عليها أهلها، دفنوها ثم رحل، هو بقي. شاء الله جل وعلا أن يكشف له عن بصره، نحن على أبصارنا غطاء، الله شاء أن يكشف لهذا الرجل عن بصره لكي ينقل هذه الصورة. فلما كشف له عن بصره يقول: رأيت شابا وسيما ذا رائحة طيبة لم أشتم مثله طيبها، ثيابه نظيفة، ثيابه جميلة. دخل في وسط القبر، ثم بعد ذلك رأيت أجلكم الله وأجل ما أتم أبي عبد الله كلبا أسودا نتن الرائحة، أيضا دخل في وسط القبر. يقول: أنا متعجب من هذا المنظر. في هذه الأثناء وأنا أراقب، وإذ بي أرى ذلك الشاب ذو الوسامة ذو الرائحة الطيبة قد خرج ممزق الثياب وبدن كل دم. تعجبت، جئت إليه قلت له: من أنت؟ فقال لي: أنت كشف الله لك عن بصرك، أنت الآن أنت اللي تشوف هذا مو من عالم الدنيا، الذي ترى من عالم الآخرة، ولكن أنت كشف لك عن بصرك الآن. قال: أنا صورة لأعماله الحسنة، أنا تمثل، قلنا تجسم الأعمال، تجسمت على هذه الصورة، كل أعمال الحسنة تجسمت بصورة هذا الشاب الوسيم، وذلك الكلب الأسود المتوحش هو صورة لأعماله القبيحة السيئة. هاتان الصورتان تدخل وسط القبر، وأيهما يتغلب على الآخر يكون هو القريب. وشلون يتغلب على الآخر؟ قال: إذا كانت حسناته أعلى يكون قرينه ذاك الشاب الوسيم، وإذا كانت سيئاته أعلى يكون والمستجار ولا قرينه ذلك الكلب. فإذا معنى تجسم الأعمال أن الأعمال تأتي على شكل صور أو على شكل أجسام. في الرواية: إذا وضع المؤمن في قبره جاءت له صور، جلست الأولى عن يمينه والثانية عن شماله والرابعة والثالثة أمامه والرابعة من خلفه، ست صور، ولكن من ضمن هالست صور صورة هي أحلى الصور، فتسأل الصور البقية تقول لهم: من أنتم؟ وحدة تقول: أنا صلاتهم، الصلاة تجي على شكل صورة حسنة. ومن أنت؟ تقول: أنا صيامه، أنا حجه، أنا قيامه. ثم يسألنها يقول لها: وأنت؟ أحلانا وأبهانا. تقول: أنا نور ولا أنا صورة لحبه وولائه لمحمد وآل محمد. فإذا تبين لنا في النقطة الأولى أن معنى تجسم الأعمال أن الأعمال تتمثل كلها حسنة كانت أم سيئة إلى صور أو إلى أجسام. وقلنا أيضا أن لكل شخص قرينين، قرين صالح وقرين سيء، فإن رجحت حسناته على سيئاته كان قرينه القرين الصالح. نأتي إلى الزاوية الثانية وهي صور تجسم الأعمال. أنقل لك ثلاث صور. الصورة الأولى يعبرون عنها بصورة الإثمار. إيش معنى الإثمار؟ أي أن الأعمال التي تعملها
وإن كانت صغيرة الله جل وعلا ينميها، ينميها حتى تكبر تماما مثل الثمرة. الآن الثمرة أو الحبة تضعها في تزرعها، ثم هذه الحبة تتحول إلى شجرة مثمرة. كذلك الله جل وعلا ينمي لك تلك الأعمال. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل ماذا؟ حبة ماذا؟ أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة مئة، والله يضاعف لمن يشاء. في الرواية إذا تصدق العبد بصدقة زكاها الله ونماها، الصدقة هل قليلة لكن إذا أخرجها بنحو من الإخلاص تتحول، ينميها الله حتى تكون كجبل أبي قبيس. لذلك الرواية ما تسمعها شي تقول الدنيا مزرعة الآخرة، أي ما تزرعه هنا تحصده هناك. الصورة الثانية وهي صورة المشابهة. ما معنى صورة المشابهة؟ أي أن الأعمال التي يعملها العبد نفسها، نفس أثرها ينتقل إلى عالم الآخر. أضرب لكم مثلا بالغيبة. الله ماذا شبه الغيبة في القرآن؟ يقول ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. شبه الغيبة أنها كأكلك للحم أخيك المؤمن. وأعوذ بالله من مرض الغيبة، إذا استشراف الإنسان عليه أن يتوب، لأن المغتاب يأتي يوم القيامة وهو صفر من الأعمال. وين حسناته؟ وين سيئات؟ وين حسناتي؟ يقول إن حسناتك أخذناها وأعطيناها لمن اقتبته. يقول أنا ما سويت هالسيئات، إنزين سيئات كثيرة. قال أخذنا من سيئات الذي اقتبته ووضعناها في سيئاتك. شو شلون؟ أكل لحم أخيك المؤمن يتحول يوم القيامة، يتحول في القبر إلى عقارب وإلى أفاعي تلدغ وتنهش في لحم ذلك. صورة الغيبة تتحول إلى عقرب، تتحول إلى أفعى. لذلك والعياذ بالله البعيد إن شاء الله نشوف بعض القبور إذا بعد يوم بعد كذا يوم يحفرونها أو كذا يشوفون العقارب والأفاعي قد امتلأت فيها. يجي واحد يقول من وين هذه؟ يقول إنما هذه صورة الأعمال. الصورة الثالثة وهي صورة الأثر الوضعي. هناك أعمال الإنسان يأخذ أثرها في الدنيا وأيضا يأخذ أثرها في الآخرة. الله جل وعلا يقول الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم ماذا؟ نارا. فالذي يأكل مال اليتيم يأخذ جزاءه في الدنيا بأن لا يبارك الله له في عقبه، وأيضا يوم القيامة تلك الأموال تتحول إلى نار في جوفه. فإذا بعد كل هذا علينا أن نختار لنا قرينا يكون معنا، لأن القرين من جنس أعمالنا. يأتي شخص يقول وأين النجاة؟ أنا لا أضمن نفسي. النجاة أن تتمسك بولائهم، أن تتمسك بحبهم، وخصوصا بأبي عبد الله الحسين سلام. فإن هناك أناس أعمالهم تحولت إلى هذه الصور ولكن شملتهم النجاة بالحسين. الحسين صاحب نجاة. يقولون أنه كان هناك شاب عاصي
كثير المعصية. مات هذا الشاب، فلما مات 3 أيام بعد وفاته رآه أحدهم في الرؤيا، ولعله جار له أو قريب له، رآه وهو منعم، تعجب، قال: أنت شاب عاصي مذنب، الكل يعرفك، فما هو ذا المقام الذي وصلت إليه؟ فقال: نعم، أنا عاص، أنا أول ما جردوني على المغتسل كانوا يصبون ماء علي، ولكن هذا الماء هو نار تغلي. لما وضعوا الكفن، هذا الكفن ليس كفنا بل قطعة من النار، ولما وضعت في القبر صرت أضرب، وقبري كل مليء بالعقارب والأفاعي، وأنا معذب. تجلت له تلك الصور. أجل، ما الذي أنقذك؟ ما الذي خلصك؟ قال: ليلة البارحة، ينقلها شيخ عباس القمي عليه الرحمة، دفنوا في المقبرة زوجته شريف الحداد، شخص من الحدادين يعني، هذه المرأة زارها الإمام الحسين عليه السلام 3 مرات في قبرها. ثلاث مرات جاء وزارها، وكرامة لزيارة أبي عبد الله الحسين، رفع الله العذاب عن كل من في المقبرة ببركات الحسين. يقول: انتبهت من الرؤيا، ذهبت إلى سوق الحدادين، سألت عن ذاك الحداد، قيل لي هذا، قلت له: أنت زوجتك توفيت البارحة؟ قال لي: نعم. سألته، قلت له: ماذا كانت تفعل؟ قال: كانت في كل يوم تزور أبا عبد الله وتقول: السلام عليك يا أبا عبد الله. لذلك لا تقطعوا هذا الواصل بأبي عبد الله. الشيخ بهجة المعروف يقول: أقلها في اليوم 3 تقول صلى الله عليك يا أبا عبد الله. بعد أي صلاة أقلها هذه الكلمات 3 مرات تقولها. وشوفوا الله شنو أعطى من الكرامة لأبي عبد الله ولأرض أبي عبد الله، أن تلك الأرض وتلك البقعة صارت تفاخر على كل الأراضي بما فيهم أرض مكة. مكة شنو عظمتها؟ يقول الششتري في الخصائص: أن مكة افتخرت على كربلاء فقال لها الله: أنقري واستقري، فما خلقتك وما جعلتك إلا لأجل من يتضمن جسده أرض كربلاء. الله يرحمك بن فايز، شو يقول؟ يقول بلسان كربلة، يقول: صيري ذليل الكربلة ومهبط الراس، البيت عندك والذي تقصد له الناس كل ولا يساوي يمين البطل عباس. قل: كل هاللي عندك هذا ما يساوي هذا اليمين. أسأل الله لي ولكم أن يرزقنا زيارة للحسين. إذا كان في مكة سعيون فإن في كربلاء ساعي. أسألك: من اللي يسعى في كربلاء؟ مو أكو وحدة مرت صيح وعباسا، ومرت صيح شو تقول؟ شو تقول ها؟ مر على عباس ومر على الحسين. وإن كان الحاج في يوم العيد يحلق رأسه، أسألك: حجاج كربلاء هل حلقوا رؤوسهم؟ بل أن الحلق كان قطع الرؤوس وحملها على الرماح. وإن كان في مكة زمزم، وزمزم كلما يؤخذ من مائها لا ينفد، قال: كذلك عندنا زمزم وهي دموعنا على الحسين.
وتسألني عن زمزم هك أدمعي. إن شاء الله أسأل الله إليك أن هالدمعة ما تجف من عينك على الحسين، إن شاء الله الآخر نفس من أنفاسك وأنت تصرخ يا حسين. إيه ترى هذا النجا، هذا النجا أبو علي. ولذلك شوف أبسط حق يحصل الحاج ما هو؟ حق الأمان، ومن دخله كان آمنا. لكن أبو علي إن شاء الله مأمن، لبيك أنا خايف وكل الناس مأمونة. اي اخواتنا ايش قد صوتهم بالبكاء على ابي عبد الله، اقول لهم التفتوا بلشت وحده لازم اضلعها تشوفونها يمكم. عزوها عزوها، ترى هذه ام حسين. عظم الله أجوركم، فما بين إمامنا عند بيت الله إذ به يسمع الهاتف يقول ويا يا حسين، يلا مرتين يا حسين، حل من إحرامك واجعلها عمرة مفردة، فإن يزيدا قال اقتلوا الحسين ولو كان بين الصفا والمروة، اقتلوا الحسين ولو كان بين الركن والمقام، اقتلوا الحسين ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. حل إمامنا من إحرامه خطب في الحجيج قائلا خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتى، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، يلا يلا ها، وخير لي مصرع أنا لاقي كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوى بين النواويس وكربلاء، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا، لا محيص عن يوم خط بالقلم رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلاء فيوفينا أجور الصابر، لن تشاذ عن رسول الله لحمته بل هي مجموعة لا في حظيرة القدس، تقر بهم عينه وينجز بهم وعده، فمن كان باذلا فينا مهجته مغطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا كلنا. لبيك يا حسين، لبيك يا واستند للكعبة وحل إحرامه حسين. اسمع التلبيات وعلى كيفك، لبيك يا ربي أبا شد العصاية، لبيك صبرني على فراقك حبايب، لبيك ساعدني على مقاس النوايا، بنزع احرامي وبرتحل دون المحرمين. هذه التلبية لك ها، لبيك خل ابن الضباب يحز نحره، لبيك خل الاعوجية تدوس صدره، لبيك كان بكربلة محفوظ
فدا للقبر سبعين. أنا أعرفك تبكي بهذا البيت، أعرفك أنت أنا هالتلبية ما بتتحملها أدري، لأنك تحبها. تدري إيش قال؟ إيش قال الله؟ لبيك كان بذبحتي تسلم الشيعة. خل أقرأ البيت الثاني حتى تبكي بصورة أعلى. لبيك كان بذبحتي تسلم الشيعة، خلهم يذبحون ويسلبون الوديعة. ربي حتى يسلم شيعتي خلي يذبحوني عطشان، حتى تسلم شيعتي خلي يسبون زينب، خلي يضربون زينب، خلي يروعون زينب. أعود عليك ها، لبيك كان بذبحتي تسلم الشيعة، خلهم يذبحون ويسلبون الوديعة، وان كان ترضى بذبحة حسين ورضيعه. لبيك خلنا نذبح ونشيد الدين، اخر تلبية. لبيك خلها من العطش تخلص انفاسي، لبيك خل على الرمح يرتفع راسي، وين الصرخة؟ لبيك خل على الترب طايح وقاسي. أحسنت. وأصير أنا الكعبة وحجاج النساوي، وحال الجسد كلهم محرمي عليكم، والتلبيات وصياحهم واويلي، والتلبيات صياحهم واويلي، والتلبيات صياحهم واويلي. واما المسعى خيولهم تسعى علي، واما النحر نحري يحز ابن الدعية، واخر مناسكنا اضل على الغبرة رمي. انا مناد واحس ايضا الان اجى دور زينب. انتوا رايحين مكة يا لا؟ عادة اذا عندنا نسوان وين نخليهم؟ الرجال يسوون حلقة على النسوان حتى ما يتأذون بالطواف. أقول لك وجاوبني، أقول لك من طوف زينب ذاك اليوم؟ الحسين لاحظ أن زينب نحيلة، أن الضعف قد دب فيها، وإن به يخاطبها يقلها يا زينب خلي بكربلة عندك هر ولو قوة. مو هنا مو هنا، ترى جسم الصفا وعباس يا اختي جسمه المروة. ولازم
تضربين اشواق حول اجسادنا عنوة. يلا شيل وزينب سعيها يختلف عن ساير النار. الحسين عدها الصفا واما المروة المروة راسه من فضاخ والصفا جثة. حجاج وادي كربلاء دون البرايا عافوا ثياب العيد وامتدوا عرايا ونزف الدماء لعيالهم اغلى هدايا. وانت ابو علي عندك هدية حق عيالك؟ قال ايه. وانا هدية عيد راسي حق رقي. ثم نادى ابو عبد الله ايغ المضعان ايغ المحامل وكلهم ركبا وعلى المحامل إلا زينب ما ركبت. يلا خذ حاجتك بنهاية المجلس. ذهب الأكبار ما قبلت، قالت أمك ليلى وياك القاسم. حتى جاء أبو عبد الله قال أختا قومي. قالت أخي إن أبي جعل لي كافلا ما أطلع إلا وياه. جاء إليه قال أبا أبا الفضل قم وأخرج أختك. نادى السلام عليك مولاتي زينب. قالت وعليك السلام أخي. قالت له قم. قال لها قومي لنذهب إلى كربلاء إلى العراق. إيش قالت له؟ قالت يعني أضمن ما يضربوني. الله يوفقك، الله يقضي حاجتك. يعني أضمان ما يضربوني، يعني أضمان بالمجالس ما يدخلوني. اللي تحبه أنت ها تقول لا أخو سيوان خدري. انا خايفة يا ابو فاضل ينهتك صدري. اخذها بيدها اثنى ركبته توجت على متنه ركبت على الناقة والعباس يقودها. أبيات السنوية وكل ساعة محمل الحر يعاد صدل الحسين وناشد شنهينا زلتك بالفلا. قال لا يا خويا نازل تدري بأختنا مدللة تدري. يلا حوايجكم ونتك يا عباس تحاضر يوم اطلعت. يلا القراية علي والدمعة عليك سترة وجهها جفوفها والدمعة بالخدها ملا. أقول لو رادت الناقة عثور يضرب خواتك. اليوم تتوجه على متن العباس لكن بذاك اليوم على أي متن توجه؟
وجرني وجرني زمان بجمرة خيامي. يلا عيدها وياك. زمان بجمرة خيامي وجرني يكفي لي ما سمع واني وجرني اقبالك والشمر سبني وجرني اقبالك والشمر سبني الزمي